السؤال الثاني سامي الشيخ، لو انا بصلي العصر ونسيت سجدي وفي الركعه الثالثه مثلا ونسيت سجده وبعد كده رفعت لاقرا الفاتحه مثلا، صلي العصر ونسيت سجده؟ نسيت في الركعه الثالثه مثلا وانا قمت على طول ما سجدت، وبعدين ماذا صنعت؟ سجده واحده بس سجدت. ايوه بس وبعدين كيف فعلت؟ ماذا صنعت؟ سجدت مثلا سجده واحده والسجده الثانيه قمت على طول. وبعد في النهايه ماذا صنعت في النهايه؟ النهايه سلمت خلاص. لا لازم تجيب ركعه جديده. تجيب ركعه جديده. لانك تركت ركنا. نعم. جزاك الله خير.